طالما العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع واشنطن، يعني ماذا بشأن التدخلات الإقليمية خاصة من الجانب الإيراني والضغوطات التي يمارسه الجانب الإيراني على حلفائه في العراق للحد من هذه العلاقة، أقصد بين بغداد وواشنطن؟ أمام رؤساء العالم جميعا قال إن سيادة العراق خط أحمر ولا يقبل أي اعتداء على الأراضي العراقية من أي دولة كانت، سواء إيران أو تركيا. أعلنها صراحة وبكل وضوح، وبأن علاقات العراق مع أي دولة من هذه الدول سواء كانت إيران أو تركيا أو أمريكا أو أي دولة في العالم يعتمد على طبيعة المصالح المشتركة. أنا أتصور السوداني يمتلك الإرادة ويمتلك القوة والإطار يدعمه. أنا أقول بشكل عام ونعلم جيدا بأن الإطار يملك نواب داخل مجلس النواب ولا يملك مسلحين داخل مجلس النواب، ويستطيعون من خلال هؤلاء النواب، من خلال المستشارين، من خلال الأذرع التي لديهم داخل الحكومة أن يتشاوروا ويتفقوا مع السودان. والسودان يؤمن بالعملية الديمقراطية بأن مجلس النواب هو أكثرية إطارية، وبالتالي هو لا يستطيع أن يخرج عن هذه السياسة، وهذا معمول به في كل دول العالم. لذلك وكان حريصا في منصة مجلس الأمن وفي لقاءاته وحواراته مع الأمريكان، كان حريصا أن يظهر قوة العراق وقدرته المحورية في أن يقود العمليات، وهذا ما صرح به المندوب الأمريكي عندما قال بأن العراق قادر على أن يقوم بدور الحليف القادر على ردم الفجوات بين الدول. وفعلا العراق يستطيع أن يقوم بهذا الدور، وأعلنها السيد السوداني هناك. لذلك أنا أتصور القوة التي أعلنها السوداني وإمكانياته المحورية، إمكانيات العراق المحورية، هي لا تحتاج إلى يعني ضغوطات سياسية من قوى أخرى، إنما هي عملية إظهار قوة للعراق، وهذا الجميع يرغب بذلك. فلذلك أنا أتصور هذه الزيارة هي زيارة مفصلية وضعت النقاط على الحروف. وكما تفضلت في سؤالك الأول، هل ستطبق هذه الاتفاقات وهذه اللقاءات وهذه الوعود في العراق؟ شخصيا أجد أن السوداني هذه الورقة الرابحة إذا استطاع أن يلعبها بشكل صحيح داخل العراق، أعتقد سيكسب رضا دول العالم وسيكسب أيضا إمكانية التعاون مع العراق حتى بما فيها أمريكا.